when I'm leading this campaign against the Sharia laws. أدو هذه الحملة ضد أحكام الشريعة الإسلامية وأنا أتحدث باسم المظلومين والمهمشين من المسيحيين وغيرهم من الأقليات، وقد قامت حركة طالبان بتهديدي، لكني أود القول أنني أؤمن بيسوع المسيح الذي ضحى بحياته من أجلنا. أنا أعلم تماما ما يعنيه الصليب، وأنا من أتباع الصليب، وأنا على استعداد للموت من أجل قضيتي والدفاع عن قضية من يعانون معي، ولهذا فالتهديد لن يجبرني على رأي أو مبدأ.